للمزيد ينضم إلينا المهندس محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية. أهلا بحضرتك معنا. بداية، أنتم كمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، كيف تستفيدون من هذا المؤتمر ومن هذا المعرض، خاصة ونحن بصدد النسخة الثالثة له؟ الحقيقة بشكر حضرتك على الدخلة، وبشكر كمان مع فخامة الدولة الرئيس على اهتمامه البارز والضغوط والجدول انه النهارده يبدا يحط اهم نقطه انطلاق المؤتمر اللي فعاليته ممتده من 4 ايام تمتد غدا وبكره. ان احنا كرجال اعمال واتحاد الصناعات المصريه وقاعده لجنه التعاون الافريقي الموجوده في اتحاد الصناعات المصريه، واحنا كرجال اعمال مصريين ومهتمين بهذا المجال، انطلقنا بسرعه في ورش عمل لتفعيل سواء التجارة البينية أو الاستثمارات والاستثمار المشترك، تعاون الصناعة المشتركة أو تعميق الصناعة ما بين القارة الإفريقية. وبنطلق غدا بكرة إن شاء الله من قلب الدلتا إلى كل أنحاء أفريقيا، لقاء مهم جدا جدا جدا، أكثر من 85 من رجال الأعمال والسفراء الأفارقة من 12 دولة هيبقوا موجودين معانا إن شاء الله في مدينة المحلة الكبرى لزيارة أكبر مصنع للشرق الأوسط في غزة ونسيج، إقامته الدولة ثم بعد كده زياره اكبر مصانع النسيج المسيطره لافريقيا لجميع العالم في مدينه المحله، ثم انطلاق لافتتاح مؤتمر صنع في الغربيه الصناعات الموجهه للقاره الافريقيه بمشاركه اكثر من 100 عارض من ابناء محافظه الغربيه للصناعات الغربيه المختلفه، لافتتاح المعرض ثم تفقد الانتاج وعمل ورش عمل بينيه سواء في التجاره البينيه او في التعاون المشترك في الصناعات المختلفه. فيعني ده دور فعال وسريع استثمار العائد الموجود للمؤتمر نسخته الثالثه والثاني مره على التوالي بتستضيفه مصر، فعشان نستفيد بالاستفاده الكامله من رجال الاعمال. وسننطلق ولاول مره من قلب الدلتا من عاصمه الصناعه في وسط الدلتا وفي في بلدنا الحبيبه من محله كبرى صناعات الغزه والنسيج، ثم صناعات المكمله في المعرض المقام في المنطقه اللوجستيه في طنطا ان شاء الله. نعم، الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في سياق هذا المؤتمر: القاره غنيه بمواردها بثرواتها، لكن المهم التنسيق. ما اولوياتكم لهذا التنسيق؟ واستمر من منطلق بانك في عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات المصريه، ما الاولويات؟ الاولويات كلها استفاده من الخامات المتاحه كلها بالشراكات المشتركه، وده الرؤيه الجديده اللي وجهنا ليها استعاد رئيس الجمهوريه فخامه رئيس الجمهوريه في هذا الموضوع، لان احنا الخامات اللي موجوده والصناعات اللي موجوده متكامليه موجوده في اكثر من 12 قطاع، موجود في الغرف 12 غرفه ممثله هندسيه وغرف مواد بناء والغرف الخدمات الطبيه والصناعات النسجيه وصناعه الملابس وصناعه الجلود وتباغه الجلود، كل ده هيبقى من الحاجات البينيه الدائمه وغرفه المواد الغذائيه ايضا في تجاره بينيه واستثمارات موجوده، كل ده هيكون مطروح ان شاء الله في سرعه جامده. فرش عمل هتبدا بدات من اول يوم ننتقل، لكن هتتختم لان احنا على ارض الواقع من جوه الدلتا. ده الجديد، ده الفعال، ده الجديه اللي امرنا بيها معالي فخامه دوله رئيس الجمهوريه، يكون في جديه بقى في استغلال امثل للقدرات ورجال الاعمال اللي موجودين والبنك الافريقي اللي موجود عشان نذلل كل الصعاب اللي موجود عشان تنطلق التجاره البينيه والاستثمارات البينيه والشراكه الصناعيه ما بين افريقيا، دول افريقيا ومصر. نعم، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا. المهندس محمود الشامي، عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات المصريه.